السلام عليكم متتبعين قناة تفوق بامتياز الأعزاء. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نراجعوا لو باسي كومبوزي وغنبداو إن شاء الله نحيدوا العقدة ديال كونجاكيزون بشوية بشوية. علاش غادي نبغيو هاد الباسي كومبوزي أو الأزمنة اللي غادي نديكم في الفيديوهات المقبلة باش تمكنوا من الدرس ديال لو ديسكور ديريكت إي أنديريكت. بزاف منكم بغاو يفهموا مي كيقولك نسينا القواعد تاع كونجاكيزون. أنا غنمشي معكم درجة درجة من حد باقي عندنا الوقت. كل فيديو غادي ندير فيه زمان غادي نخلي لكم فرصه انكم تمكنوا منه. نحط لكم ثاني فيديو موالي حتى نساليو جميع الازمنه اللي كاينين في داك الدرس وغادي تلقى راسك فهمتيه بسهوله. مي قبل دائما كنتمنى انكم تدعيوا مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء والامهات ديال المسلمين ونبداو على بركه الله باول درس اللي هو الباسي كومبوزي. بالنسبه للباسي كومبوزي اي حاجه غتحتاجوها غنعطيها لكم في هاد لا فيديو، يعني ما غتمشيش تقلب او فيديو اخر باش تزيد تكمل الخصائص في هاد لا فيديو. كل شيء فيه كتبيه فهميه وتسنى الفيديو المقبل. ملي كنهضروا على الباسي كومبوزي كنهضروا على لوكسيليير اتر او افوار او بريزون بلس لو بارتيسيب باسي. هذا زمان مركب. هاد الباسي كومبوزي كنحتاج فيه هاد الافعال المساعده اتر او افوار تكون مصرفه في البريزون دو لانديكاتيف، كنزيد عليها البارتيسيب باسي. تسناو هاد البارتيسيب باسي في الاخر تاع لا فيديو غنوريك كيفاش كنجبدوه وكيفاش كنقادوه. دابا غتقول لي اتر او افوار في البريزون اغلبيه ديالكم حافظينهم، ماشي مشكل نعاودو نذكرو بلوكسيليير اتر او افوار في البريزون، يعني كلشي يكون قدامنا باش ما نتلفوش. هذا هو لوكسيليير اتر او افوار في البريزون. جو سوي، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont، j'ai، tu as، il a، elle a، nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. هاد لوكسيليير اتر او افوار في البريزون كنبغيوهم ملي كنهضروا على الباسي كومبوزي. دابا حنا عرفنا البارتي الاولى ديال القاعده، دابا خصنا البارتيسيب باسي. كيفاش كيتصاوب هاد البارتيسيب باسي؟ دابا تبعوا معايا مزيان. بالنسبه للبارتيسيب باسي ديال الافعال اللي كيساليو ب او ار، بحال مثلا شونتي او باسي كيساليو ب او ار. هاد شونتي الا بغيت ندير ليه البارتيسيب باسي ديالو كنحيد او ار وكندير او اكسون. باسي كنحيد او ار وكندير او اكسون. حنا عارفين ان او ار هما البرومي غروب، مي حنا ما غاديش نبقاو نقولو برومي غروب دوزيام غروب، غنهضرو غير على الاخر ديال الفعل باش هاكا تضبطو معايا المسائل. عندنا الي هو راه ديال تخوازيام غروب كيسالي ب او ار، بغيت ندير ليه البارتيسيب باسي ديالو حيدت او ار ودرت او اكسون. ترافايي ترافايي. دابا او ار ساهله انني ندير البارتيسيب باسي ديال الفيرب اللي كيسالي ب او ار. الا كان لو فيرب كيسالي ب اي ار يعني ديال الدوزيام غرو، بحال سيزيغ كندير سيزي كنحيد ار كنخلي غير اي. غيوسيغ غيوسي. فينيغ البارتيسيب باسي ديالها فيني. ابولير البارتيسيب باسي ديالها ابولي. هادو مزيانين واني راه عندنا واحد الاشكال، راه كاينين دي فيرب اللي كيتسالاو باي ار وهما من التروازيام غروب وعندهم تحويل ديالهم خاص، يعني البارتيسيب باسي ديالهم ما عندوش قاعده. كاينين افعال ما يمكنش نطبق عليهم قواعد الا بغيت نحدد البارتيسيب باسي. هنا فين كاين الاشكال ديال هاد البارتيسيب باسي. مي حنا غادي نخدمو دائما على الافعال المتداوله اللي كتبقى كتكرر واللي كتستعمل يعني بزاف، هما اللي غادي نحفظو ليهم البارتيسيب باسي ديالهم. وفي سلسله الفيديوهات اللي جايه كامله كل مره غندير لكم واحد النوع ديال لي فيرب اللي كيبقاو يتعاودوا بزاف، يعني اللي غتشوفوهم في هذا لا فيديو ما غتشوفوهمش في الفيديو المقبل، باش هكا تجمعوا واحد لي فيرب بزاف وتمكنوا منهم. قلنا الا كان مثلا الفيرب كيسالي ب ار او او اي ار او مثلا او اي ار او او دي ار او، بحال مثلا فوندغ. فوندغ كيسالي بدي ار او. الا بغيت ندير ليه البارتيسيب باسي ديالو هو فوندو. ميتر البارتيسيب باسي ديالو هو مي. فولوار البارتيسيب باسي ديالو هو فولو. يعني ما كايناش واحد القاعده يعني عامه وكتطبق على جميع لي فيرب. دير البارتيسيب باسي ديالو هو دي. فوار البارتيسيب باسي ديالو هو فو. اوفرير البارتيسيب باسي ديالو هو اوفير. يعني هنا عندنا تغييرات اللي مختلفه وكل فعل كيفاش كيمكن لي ندير ليه البارتيسيب باسي، يعني كما كنقولوا خاصهم يتحفظوا.
هاد الافعال هادو اللي ما كيطبقش عليهم قاعده بحال اللي قلنا كيسالي خاصهم يتحفظوا مع الممارسه مع التمارين ان شاء الله غادي تمكنوا منهم. كنتمنى ان الدرس ديال باسي كومبوزي تكونوا تذكرتوا القواعد ديالو وفهمتوه. قلنا الباسي كومبوزي هو يا اما كنشدوا اتر او افوار كيكونوا في البريزون كنزيدوا عليهم البارتيسيب باسي. البارتيسيب باسي ديال لي فيرب لي كيسالو بو ار كنديرو ليهم او اكسون. ديال الدوزيام جروب لي اي ار كنحيدو هاد ار كتبقى غير اي. ديال التخوازيام جروب حاله خاصه خصهم يتحفظو. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.